نعم لينا، حتى الآن هنا في بولندا 1.5 مليون لاجئ أوكراني وصلوا بحسب الإحصائية التي صدرت يوم أمس. هذا العدد بطبيعة الحال من الممكن أن يزيد بكثير، خاصة مع حديث عن بعد تصريحات وزير الخارجية أنه بدءا من يوم الجمعة الماضي بات يصل يوميا إلى الأراضي البولندية 100 ألف لاجئ أوكراني أو بهذا الحدود. ولكن هذه الأعداد لا تنعكس على ما يجري هنا لينا. بالمناسبة ما لاحظناه خلال اليومين الماضيين، اليوم ويوم غد يوم أمس تماما، هو أن أعداد اللاجئين الذين كانوا يصطفون خارج مراكز التجمع تراجعت. أيضا أعداد اللاجئين الذين كانوا داخل مراكز التجمع تراجعت، بمعنى أنه قد نكون وصلنا فعلا إلى الحد الأقصى للاجئين. ما علمناه أيضا من الحدود من الطرف الآخر للحدود من بعض النقاط الحدودية المشتركة بين بولندا وأوكرانيا كميديكا على سبيل المثال. بالأمس كنا هناك، كان هنالك احتشاد بطبيعة الحال لعشرات أو ربما مئات اللاجئين الواصلين إلى تلك النقطة، ولكن ما علمناه أو ما شاهدناه هو بطء بحركة خروج اللاجئين من ذلك المعبر. وأيضا ما علمناه من زميلة كانت في الطرف الآخر من الطرف الأوكراني أن أعداد اللاجئين المنتظرين في الطرف الأوكراني أقل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بمعنى أننا ربما قد وصلنا إلى ذروة أعداد اللاجئين. هذا بطبيعة الحال يستلزم أن نتأكد أكثر وأن نرى الإحصاءات الأخيرة التي ستصدرها الحكومة البولندية. ولكن على وجه العموم هنالك استقبال بطبيعة الحال، هنالك تنظيم أكبر مما كان خلال الأيام الأولى لعملية اللجوء. خلال أول ساعات بالمناسبة كان من بدء الحرب خلال 7 ساعات كان هنالك 33 ألف لاجئ ينتظرون على المعابر الحدودية الثمانية مع بولندا. وأيضا تطور هذا الرقم، وصلنا إلى أكثر من 1.5 مليون حتى يوم أمس. الأعداد بطبيعة الحال كما ذكرت إحصائية قديمة ليوم سابق، ربما يجب أن ننتظر لنرى الأعداد وتطور هذه الأعداد. هل صح ما نراه الآن بأن هنالك تراجع بأعداد اللاجئين الواصلين وأيضا أعداد اللاجئين الذين ينتظرون داخل المراجع المراكز مراكز التجمع، وبالتالي هنالك حركة لجوء أقل، أم أن هنالك ما يعوق تقدم هؤلاء من الطرف الأوكراني؟ هذا كله يستلزم الانتظار لنا ربما قليلا على الأقل لنتأكد من الإحصائيات البولندية بهذا الخصوص. هل لك أن تضعنا أيضا يعني في آخر المواقف الأوكرانية سلام المتعلقة باتهاماتها للجانب الروسي باستهداف الممرات الآمنة، هل هنالك معلومات عن آخر المواقف الأوكرانية في هذا الخصوص؟ نعم لينا، هناك بالتأكيد اتهامات متبادلة دائما هذه منذ أسبوع، منذ أن تم الحديث لأول مرة عن ممرات إنسانية، وكان هنالك فتح ممرات من خاركيف من ماريوبول وأيضا من كييف. كان هنالك اتهامات متبادلة من أوكرانيا بين أوكرانيا وبين روسيا حول من يعرقل خروج اللاجئين الأوكرانيين من المدن. من كييف تم خروج 2 مليون تقريبا ممن هم مقيمين ممن يقيمون في هذه في العاصمة كييف، ولكن هؤلاء بطبيعة الحال تقدموا باتجاه الفيفو إلى أيضا إلى المراكز الحدودية الأخرى. ربما نستطيع الآن أن نرى تلك هذه الحافلة التي تتحرك، ولكنها تتحرك فارغة لنا. عادة ما تخرج الحافلات ممتلئة لتوصل اللاجئين إلى دول أخرى. بخصوص الاتهامات، كييف بطبيعة الحال تتهم موسكو بأنها تعرقل خروج اللاجئين وبأنها تسعى إلى تدمير البنية التحتية، تسعى لتسبب بأزمة مدنية، وبالتالي يكون هنالك تحرك داخلي ضد الحكومة الأوكرانية أو تضغط على الحكومة الأوكرانية للاستسلام من خلال الضغط على المدنيين من خلال قصفهم، وبالتالي تكون هنالك ربما جولة مباحثات بشروط أقل أو بموقف أضعف للوفد المفاوض الأوكراني خلال المباحثات المحتملة بين روسيا وبين أوكرانيا المتوقعة في بيلاروسيا لينا.